بعض الملكانات بيكون رأسها مقطوع وبيكون في رأس كامل بس غير عيونه وأنفه وفمه، فهيبدأ بحكم. المشكلة في الملكينات هاي التي تسمى هي ليس الرأس، لأنه الرأس في العادة بيكون مشيول، وإن كنت رأيت بعض الرؤوس موجودة ولا داعي إليها، لأن الحديث ألا إن صورة الرأس. فإذا كان المقصد عرض الثوب أو الجاكيت فلا نحتاج إلى وجه، فنقع في محظور. بل وجدت بعض الملكنات تكون الأعضاء التناسلية موجودة والعياذ بالله، يعني مظاهرة، وهذا شيء قبيح جدا، وهي باب فتنة على الشباب وشيء شر بنفسه. فبالتالي هذه الملكنات نستطيع أن يعني المقصود فيه وسائل عرض الثياب، وهي الجمادات والتماثيل، تكون برفع الرأس، اثنين بعدم إظهار صور العورات. نعم.